أشكر زميلتي وسام نصر إنها عرفتنا عليك يا بسملة، وعلى أسرتك الجميلة، إخواتك، والدك، والدتك، والد بسملة، والدة بسملة، إخوات بسملة. مش هقول بقى إن إحنا نبقى ضد التنمر والكلام اللي بيقعد بنكرره كتير، قلناه وهنفضل نقوله وبنكرره وإنتوا أكيد عارفينه. في حاجة اسمها محضر يتعمل، في حاجة اسمها اتصال بالأهل ويتقال لهم إنتوا إزاي تعملوا كده، ربوا ولادكوا. في حاجات كتير ممكن تتعمل، بس ده مش موضوع، يعني انا مش عايزه اتطرق للحته دي دلوقتي. انا عايزه اكلم بسمله، عايزه اقول لبسمله انت بطله، مش بس في كاراتيه كبطله كاراتيه، انت بطله في افكارك وطريقه كلامك. انت وانت بتتكلمي انا اتعلمت من كلامك قد ايه كلامك بسيط وطالع من القلب فعلا، وقد ايه كلام حقيقي وواقعي، وعلمتينا الثقه بالنفس بطريقه كلامك الجميله. برافو عليك يا بسمله. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقولها لك يا حبيبتي، ان التنمر ده موجود في كل حته، يعني مش عشان انت مثلا بتعاني من قصر قامه فالناس بس بتتنمر عليكي. الطويل ناس ممكن، في ناس ممكن تتريق عليها، القصير ناس ممكن تتريق عليه، المحجبه بيتريقوا عليها، اللي مش محجبه في ناس بتتريق عليها، السمره في مجتمعاتنا يحبوا البيضه والسمره الناس تتريق عليها، في الغرب البيضه بيتريقوا عليها. لما يعني انت عارفه ان في اوروبا وبره لما تيجي تقولي على واحده بلوند، بلوند دي يعني بيضه بشعر اصفر وعينيها زرقاء، بتقولي عليها بلوند انت كده كانك بتشتميها، كانك بتقولي عليها غبيه، يعني انت متخيله؟ بيتريقوا على الرمز اللي هو بالنسبه لنا احنا حاجه حلوه، بالنسبه لهم هم ده حاجه غبيه. فالتريقه عند الناس اصحاب التريقه واللي عاداتهم وتقاليدهم فيها تريقه واللي ناقصهم تربيه فبتكون طريقتهم هي التريقه، دول ناس ما يلزموناش وما يفرقوش معانا وما يهزوش ثقتهم في نفسنا. اعرفي قيمه نفسك يا حبيبتي، وانت فعلا بطله زي ما قلت لك، بطله كاراتيه وبطله في طريقه تفكيرك وفي شخصيتك الجميله. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل أولادنا في كل مكان.